ولكن طبعا في الاخر زي ما بنقول ان هو مجلس اداره كامل، ومجلس اداره كان دخل الانتخابات ونجح كلهم مع بعض على اساس ان يخدموا نادي الزمالك، وشايفين في التوقيت الحالي ان الامور بالنسبه لهم هتبقى صعبه جدا جدا، والحقيقه هي صعبه في الحقيقه. طيب خليني اخد راي واحد من نجوم نادي الزمالك الكبار، كابتننا الجميل والكبير كابتن محمد صلاح. تحياتي ليك كابتن محمد. كابتن فاروق ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن، اخبارك؟ الله يخليك يا حبيبي، منور منور. انت اللي منور دايما يا كابتن. الله يخليك يا كابتن. يعني اخد رايك فيما يحدث داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي، وهل شايف المستقبل لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه هيكون عامل ازاي بعد هذه الاستقالات؟ شوف، هي انا وجهه نظر الاستقاله مش وقتها. انتوا لازم تقعدوا لغايه ما يعني تخلصوا من المشاكل كلها اللي في النادي اللي حصلت ايامكم. خلاص، والناس كلها تتكاتف يا كابتن فاروق عشان نادي الزمالك. انا مش لاقي حد، يعني اللغه بتاعت ايه، فين النجوم، فين الاساطير بيهاجمونا؟ لا، كل الناس اللي بتحب نادي الزمالك، بس ما حدش دعاها ان حد ياخد راي الناس، حد يقول لو عندكم معلومه، لو عندكم حاجه. لكن الشغل كان فردي. نتمنى في المرحله الجايه، لان مش كل سنه بعديها مجلس، مش كل سنه انتخابات تيجي. لا، عايزين استقرار لنادي الزمالك، لنادي كبير طبعا، والكره في مصر من غير اهلي او زمالك ما تبقاش كوره، رياضه عامه. يا كابتن انا بقول بالشكل، والله بص يا كابتن فاروق، انا عن شخصي بقول زمالك واهلي، يعني الهاله الكبيره او القلعه الكبيره هو زمالك واهلي، فما يكونش الناس جايه على الزمالك ولا على حد، احنا عايزين عدل في كل حاجه. لكن الوضع ده المجلس اللي هو كان متواجد هو اللي عمله. مشاكل ماديه دي، عايز اقول لك دي من صميم العمل. لو انت ربنا اداك حاجه ان انت تكون مسؤول قدام الناس، وكل راعي مسؤول عن رعيته، ان انت تجتهد وتجاهد ان انت تخلص المشاكل اللي عندك. المشاكل كل يوم بتزيد. بس هي مشاكل يا كابتن يعني موجوده بقى لها فتره ومفيش حلول ليها، نتيجه امور كتير. ايوه، مفيش حلول فبتزيد. صحيح صحيح. لو حلينا من اول لجنه جت، ما كناش النهارده القيد موقوف، المصاريف كتيره، الدولارات مفيش، كل يوم بيطلع حاجه ما اتسددتش. فكنا عايزين صراحه للجماهير والزملكاويه. لكن انا بقول لك الاستقاله دي مش في وقتها. طيب خليني اقول لك ان في بعض الجماهير يا كابتن شايفه ان الاستقاله دي هتحل امور كتيره جدا داخل نادي الزمالك، وفي بقى البعض او الاكثر يعني سعيد بهذه الاستقاله. كابتن محمد، لا شوف، انا خليني اتكلم انت عارف انا ما بخافش. طبعا لا، هي الفكره انك انت داخل المطبخ وشايف ايه الصالح. فرحان ده فرحان ليه؟ احنا اكتر نادي في العالم راح المحاكم، اكتر نادي في العالم في مشاكل بين ولاده ورئيس النادي والمجلس والناس، فعشان كده الناس عايزه ترتاح. اوكي، لكن لا نغفل ان المجلس ده في فتره وفترات كان شغال كويس جدا وعمل حاجات كويسه جدا جدا. عشان ما ندي كل واحد حقه، لكن الفتره الاخيره وخاصه بعد ما رجعوا وانتخبوا من الجمعيه العموميه، لازم يبقى في حساب. الحساب ما تمش او ما كانش على الوجه الامثل. فدي فتره ودي فتره، ممكن تكون الناس فرحانه ان هتحصل، يعني المشاكل هتنتهي، ان الماديات هترجع، الله اعلم. فالناس متوسمه خير في ان اللي جاي هيصلح. طيب نتمنى. خليني اقول لك حاجه كابتن محمد، وانت واحد جوه المطبخ، يعني من خلال سرد الاسباب للاستقاله وبالاخص طبعا احمد مرتضى منصور، قال لك ان اللي مش يعني المقصود ليس اشخاص ولكن نادي الزمالك، من خلال دعوته لبعض الشخصيات اللي ممكن كان عندها خلاف مع الاستشاري مرتضى منصور والمجلس. رايك في الحته دي بالذات، لانها نقطه مهمه جدا. يعني هو ما اجابش اسماء، لكن طبعا هو معلوم لدى الجميع يعني مين اللي عنده خلاف وعنده مشكله مع. انا قريت عايز يعمل صلح مع ممدوح عباس، قال لك الاهلي هو القدوه، مش ده الحديث بتاعه؟ تمام صح، تمام. الحل هو مشكله فرقه الهاندبول بالطياره والتذاكر بتاع، يعني في فلوس. ف
بص 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 يا كفور، انا بقول لك الزمالك كوره، الزمالك كوره. بس خلي بالك مدير الفني بتاع مدير الفني لياد نادي الزمالك نفى الكلام ده، كابتن هتلر على فكره يا كابتن نفى ايه؟ نفى الكلام ده كله، هو هيتنفي؟ ما سافرتش من القاهره ولا اسكندريه ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. والله انا سمعت سمعت كلامه، وسمعت كلام حتى اخوه واحمد مرتضى، في تناقض او في اللي انا بقول لحضرتك عليه، احنا عايزين حد يطلع يقول الصراحه، يقول الكلام لكل الناس عشان الناس ترتاح، ما يبقاش في لغط في الكلام ويقولوا ان ده ضد ده وده ضد النادي وده مش عارف ايه. لا احنا خلاص في مرحله دلوقتي كلنا نقف جنب بعض ومع بعض عشان نحل مشاكل النادي. حتى اللي هيجي جديد لازم يفهم كده، ان مش الشغل الفردي مش هيفيد الزمالك. ونبطل نغمه بقى ان الناس الكباتن بتوع النادي القديمه هي اللي بتهدي في النادي وبيتكلموا عن النادي. احنا بنقول الصراحه، وانا واحد منهم. في يوم من الايام كنت بشيد بالاستاذ مرتضى والمجلس، لان انا شفت حاجات بعيني. لكن مش كل الناس هتبقى دلوقتي مختلفه هيبقى ضد، احنا مش عايزين دي. حتى لو هتاخد راي واحد او حد يقول رايه ممكن نستفيد منه بحاجه صغيره. مش مهم ان انا اكون ضد فاروق يبقى العمليه بقت سودة. يعني كل الناس دي بتحب النادي، وكل الناس دي عملت في النادي، واكتر من ناس كتير في المجلس. فيبقى في تسارع وفي اخذ بالراي. يا سيدي اسمعه وما تاخدش بيه. انا مش بهزر. انا معاك، انا فاهم طبعا. انت ممكن تاخد فكره صغيره او يعني راي صغير يفيدك. اكيد انا بقول لك في سياسه، في سياسات كتيره كانت موجوده هي دي اللي عامله التعصب او الشرخ الموجود ما بين الشرخ ما بين الاشخاص جوه النادي. فده لازم لازم يتلغي او لازم يخلص عشان مصلحه النادي. بس طيب. احنا مش طالبين غير الصراحه، وان الناس تعرف النادي شغال. مفيش فلوس ماشي.